عندي سؤال قبل ما اسال عندي سؤال قبل ما اسال دار عقب على نقطتين. اول حاجه الركن داري يخربوا جمهورين داري يخربوا جمهورين ست انفار مربي لهم شعر ايس كده وكل مره ماشي اللي عامل الطلاب والصندوق القومي هنا لدعم الطلاب ودارين دارين يخربوا الركن. ونحن هنا كطلاب في الداخليه دي ركن هنا نحن قلنا نحن لما طلعنا في الثوره دي قلنا حريه سلام وعداله. نحن كطلاب في الداخليه دي فلوتر علماني بيخرب لنا ركن هنا ما في. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه قلت له اخر يوم لركن هنا عشان الامتحانات وما الامتحانات. نحن امتحاناتنا لسه اليوم 19/4 دارينا كل اسبوع احنا دارينا. ده ثاني حاجه. اخر حاجه سؤالي انت قبل قلت الخروج عن الحاكم والحاكم حرام وكلام زي ده. انا الحاجه متفق معك فيها لكن شنو مثلا الحاكم اذا انت قلت جلد ظهرك وهذا مالك وكلام ده حرام. طيب زي جنجبيل ديل تمام النازل يعني في اهلنا في دارفور وهنا ايام المظاهرات دي كانوا يخشوا البيوت بتاعتنا وبجلدونا وبيغتصبوا نسواننا. اها حنا كيف؟ لا يعني هو انت ما قلت ما قلت لا ما في حديث كده ما قلت له دون ماله وعرضي وكلام زي ده شيء صح؟ طيب هو جنجويدي دخل جوا زور رباطي تمام؟ وانا قتلته اكيد اخرج عن حاكم ولا بس ده سؤالي؟ طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أولا نشكر الأخ على هذه الروح الطيبة وهو طالب موجود في الداخلية جزاه الله خير وهو بيرفض تماما أنه يمنع نشاط من أنه يقوم وقال أنه الجمهوريين حسب كلام أخونا ده هم السعيد يوقفوا المنبر وقال لنا تجوا كل مرة وإن شاء الله من باب الرجالة برضو دي من العادات السودانية نحن نلبي طلبك المنبر الجاي إن شاء الله. ده نمرة واحد. نمرة اثنين انت جزاك الله خير. انا جايك للسؤال بتاع الجنجويد وما الجلجويد. نجي للجمهورين عرفت اول حاجة نبدأ بالجمهورين كويس لانه الميم ذاته في ترتيب الترتيب الابجدي قبل النون صح جمهورين وجن جويد صح الميم قبل النون. طيب ده كتاب الرسالة الثانية من الاسلام بتاع محمود محمد طه والكتاب ده بالنسبة للدعوة الجمهورية الام قبل شوية شغلوا غنية بجاي ده منو ده كمان اسمه والله ما بحلك شفت لو ركبت ليه سماعة دي جوا يضنيني وكتفتني برضو ما بحلك اخواننا بثبتوا المايك وانا بجغمك بإذن الله. طيب هنا كتاب الرسالة الثانية من الاسلام بتاع محمود محمد طه. يا ناس الكوارك ما بتحلكم يا ناس الكذب ما بحلكم وانا والله اخونا ده جزاه الله خير ثبت لي ظن انا من قبل شايفهم ثلاثة كده كش كرش كش كش حرية انا عرفت ما عندهم موضوع يا زول تعال خش يا الله يهديك تعال خش. طيب انا اديك بس حاجات بسيطة ونرجع للسؤال. طيب قال هذا الكتاب ده صفحة ثلاثة هو بالنسبة للدعوة الجمهورية الكتاب الام ده هنا الكتاب الام يعني اي زول يمرق منه ده وط حرام في الدعوة الجمهورية. طيب قال وما أريد أن أقرره في هذه المقدمة. أنتم ما تورطتوا بعدين لما تجي تكورك وإنه أي طالب يجيب حقه هل الطلبة كلهم معك؟ ما في طلبة تانين برضو دارين يسمعوا المنبر ونحن كلامنا ده هو اللي بيجيب لك الرزق وبرخز لك الأكل فهمت؟ ده الشغل بتاعنا وزي ما قال الحسن البصري قال ظلم الحاكم نقمة من الله قال ونقم الله لا تلاقى بالسيف قال الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء
حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وربنا سبحانه وتعالى ناس فرعون لما دعاهم للإيمان وأبوا يآمنوا ربنا قال فأرسلنا عليهم شنو؟ الجرادة والقملة والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا شنو؟ قوما مجرمين لغاية ما ربنا غرقهم. الجوع والصفوف وارتفاع الدولار وغلاء الأسعار ده كله عشان نرجع لربنا سبحانه وتعالى. وهنا أنا أرد على شبهة، لأنه بيجيك واحد علماني يقول لك طيب يا أخ الكفار ديل ما كفار ونحن المسلمين ليه نحن ما متقدمين زي الكفار، مع أنه أخواننا ديل كرروا المسألة دي وردوا عليها كثير. لأن أخواننا الكفار ما تقدموا لأنهم كفار، تقدموا لأنهم اشتغلوا. وإلا عندنا جيراننا بيجاي كفار عرفته وبعد ده علم تعبانين كيف، صح ولا ما صح؟ عرفته؟ فما السبب بتاع التقدم هو الكفر، السبب بتاع التقدم هو العمل، والسبب بتاع تأخر المسلمين هو الكسل. عرفته؟ واحد بدل يجي يناقش عشان يحل المشكلة بتاعته شايل له دلوكة ويكورك كده المشكلة اتحلت يعني. فانت تعال خش هنا عرفته. ونحن المسلمين ربنا سبحانه وتعالى ربط تقدمنا ورغد عيشنا بعدم الكفر وبطاعة الله وبالتوحيد. عشان كده ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا شنو؟ واتقوا. فربنا الآية دي ذكر بسياق الشرط. ولو، وعندنا ناس آداب هنا قاعدين، حرف شنو في البلاغة؟ امتناع لامتناع. فامتنع نزول البركات وحصولها وخروجها من بين أيدينا ومن تحت أرجلنا ومن السماء والأرض لعدم حصول شنو؟ الإيمان والتقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا. فربنا ما فتح علينا بسبب شنو؟ لأننا ما حققنا الإيمان والتوحيد. عشان كده الزول اللي بيعمل ربنا بيديه، ربنا لما سألوا إبراهيم قال ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. إبراهيم اشترط من آمن، من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ربنا قال لا، ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. والمفروض السؤال يكون إنه دايرين نموذج، مش تقول لي هذين اليوم الكفار، لا، المفروض السؤال يكون دايرين نموذج لدولة بتاع التوحيد ربنا فتح عليها. عندك زمان زمان بلاد المسلمين ربنا فتح عليها، والكلام ده أخواننا جزاهم الله خير ذكروا، لغاية ما يمرق الزول اللي بيوزع الزكاة ما يلقى زول مستحق للزكاة بتحقيق التوحيد. ربنا قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط شنو؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن قصة ناس سبأ كانوا ناس مرتاحين. ربنا قال فأعرضوا فأرسلنا عليهم شنو؟ سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل زي العيش المف قليل. ذلك السبب شنو؟ ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فبعد الناس المفروض ترجع لربنا سبحانه وتعالى. طيب ديل من أسباب زيادة الصفوف محمود محمد طه والقراي والجماعة البيكوركو ديل طق طرق طق طق حرية وقفوهم عصرونا. طيب قال وما أريد في هذه المقدمة إلى شيء من تفصيل يتناول مواضيع الكتاب المختلفة، وإنما أريد بها إلى تقرير أمر يهمني تقريره بادئ ذي بدء، وذلك أن الإسلام رسالتان. رسالتان. لو في ناس مش بعض مرات بيقول لك زيح من المحلة دي فيها مانع الصواعق، مانع الصواعق دي ما هي بتجر شنو؟ الصاعقة تزيح منها بعيد. لو في ناس بيجيبوا البلوى زي ديل، ديل بيجروا لنا الصاعقة من السماء تنجمنا مرة واحدة. طيب قال رسالة أولى قامت على فروع القرآن، ده صفحة 3 من كتاب محمود محمد طه، يعني رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام قامت على فروع القرآن. ورسالة ثانية تقوم على أصوله. قال وقد وقع التفصيل على الرسالة الأولى ولا تزال الرسالة الثانية تنتظر التفصيل
وسيتفق لها ذلك حين يجيء رجلها. تخيل لو انت قالوا لك هنا في في التجارة هنا في منصب أصلي وفي فينا منصب فرعي بتمسك يا تويتا الأصلي صح؟ ديل أدوا النبي صلى الله عليه وسلم شنو؟ الفرع. وإنه دفيه يلزمهم إنهم قالوا إنه النبي عليه الصلاة والسلام محمود محمد طه يلزم من كلامه إنه بقول النبي عليه الصلاة والسلام قاتل الكفار على أمور فرعية وده يلزم منه برضه طعن في النبي عليه الصلاة والسلام إنه الأمور الأصول المهمة ما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا ده باب بتاع زندقة تقسيم الدين لأصول وفروع، ده شغل بتاع صوفية، عشان كده محمود محمد طه ما مفكر، مترسة من الصوفية. طيب هنا قال في الصفحة رقم 91 92، أو قبل النجلة دي بيتكلم عن إنه هو الرسول بتاع الرسالة الثانية، عرفتها؟ لما انت تشوف صفحة 11 مع الصفحة بتاع 17، بس معلش واحد ثبت المايك ده. طيب الصفحة رقم 17 محمود محمد طه ما بقول لك أنا عديل كده رسول الرسالة الثانية، لكن كلامه فيها واضح ما بيحتاج لتأويل. الصفحة رقم 11 مع الصفحة رقم 17 ديل المتلمين قالوا دارين يوقفوا المنبر، فهمت الحاصل؟ زي ما قالوا، والكلام ده طبعا قالوا ان احنا ما فيشين بالنهارية، عرفتها؟ وقالوا لا الفار لقى الاسد ميت، قال قام اداه شلوت قال انا لما اقوم كعب، وانت عمل حسابك لانه ممكن يكون زول غشاك قال لك الاسد ميت، لانه الاسد ده لو حرك شنبه واحده انت ولا انت الفار الا تمشي تمرق كم سيسي. طيب قال الصفحه رقم 11 قال من رسول الرساله الثانيه؟ ده الموضوع، ما الموضوع انك توقفنا؟ لو وقفتنا هنا زي ما قال يعني زي ما قال لك اخواننا نحن بنشتغل وربنا بسخر لنا، زي ما قال خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه للروم فاين تذهبون منا؟ فوالله لو صعدتم الى السحب لاصعدنا الله اليكم او لامطركم علينا. انت الحاصل؟ انت لو يا جمهوري بتكورك ودار توقف المنبر وكده والله في النوم نجي. طيب قال من رسول الرسالة الثانية؟ ده تعرف محمود محمد طه. قال هو رجل آتاه الله الفهم عنه من القرآن وأذن له في الكلام. طيب نشوف صفحة 17 قال إن محمد رسول الرسالة الأولى، كويس، وهو رسول الرسالة الثانية وكفر، وهو قد فصل ده محمود محمد طه يعني بقسم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لأولى وثانية، وده كله كفر. قال وهو قد فصل الرسالة الأولى تفصيلا وأجمل الرسالة الثانية إجمالا، يعني كتم زي ما قاله في موضع آخر، ولا يقتضي تفصيلها إلا فهما جديدا للقرآن وهو ما يقوم عليه هذا الكتاب الذي بين يدي القراء. يعني رسول الرسالة الثانية منه محمود محمد طه. طيب صفحة رقم 91 نشوف رسول الرسالة الثانية جانا بشنو، عرفته؟ كلام عجيب، عرفته؟ قال العبد بيعبد الله لغاية ما يحصل مرحلة عالية في العبودية، وده الشغل بتاع الصوفية، بيقول لك واعبد ربك حتى يأتيك شنو اليقين، يعني لما تحصل مرحلة إنك موقن في الله تمام التكاليف بتسقط عنك. وده ما المقصود، ده تحريف لكلام ربنا عز وجل، لأنه ربنا سبحانه وتعالى يقصد في اليقين في هذه الآية من سورة الحجر اللي هو شنو؟ الموت. والدليل قول الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى، ربنا سبحانه وتعالى قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا شنو؟ نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. لو كان اليقين معناه إنك تعبد الله لغاية ما تحصل درجة عالية في الدين والإيمان، ربنا ما قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، عرفته؟ ومعنى الآية ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا، ده معنى الآية، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ده معنى الآية، إنه الإنسان يسأل الله الثبات لغاية ما شنو؟ يموت على الإيمان. فنحن بنسأل الله الثبات ولو جاتنا كورونا، لو ما لقينا عيش، لو ما لقينا بامبي، لو سفينا التراب، نسأل الله إنه يميتنا على الإسلام. بل لو جاء كورونا ذاته، عرفته؟ ده شهادة. عشان كده معاذ بن جبل رضي الله عنه
لما جاء الطاعون بتاع امواس قال اللهم لا تجعل، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال الطاعون شهاده، قال اللهم لا تجعل لآل معاذ من هذا الطاعون، او كما قال الا معاذا، اللهم وآت آل معاذ منه. قال فمات هو ومات اهل بيته، لانه شهاده. يا اخي احنا لاقين نلقى شهاده بدل ما انا متلي في صب بتاع بنزين ولا عيشه ولا الجماعه انا قدامك وانت قدامي وشنكلوا ودخل فيه سكين ومشوا لبتاع فرن، ده خش جوا الفرن وشال العيش كله وجدع لبتاع الفرن القروش بتاع الفرن، لحقوا اداه سكين، جاء اخو ثاني اداه سكين. الكلام ده ما حكايات ولا افتراضات، ده واقع. بدل دي تسال الله اذا جاء البلاء انه شنو؟ انه تنال هذه الشهاده. المهم قال معاوضه لفعله، قال فيكون حيا حياه الله وعالما علم الله ومريدا إرادة الله وقدرة وقادرا قدرة الله ويكون الله. وربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ونوح عليه السلام قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وربنا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فهو لو بيقول الزول الصالح بيبقى الله عيسى ابن مريم، نحن الشد بنتفق إنه من سادات الصالحين. وبعد ده لما الناس اتخذوا إله ربنا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. طيب يا محمود محمد طه والأولاد الثلاثة ديل مش قالوا هم قالوا بيبقوا صالحين لغاية ما يبقى قادر قدرة الله؟ طيب ما تنزلوا لنا مطر ونزلوا لنا بنزين وعيش، ودوا ناس الطعمية ديل خليهم يجي يحضر، فهمت الحاصل؟ وكلام فارغ كثير. فديل يا أخواننا ناس مجرمين وناس ضالين وناس منحرفين. فعشان كده ما تكورك تكورك وتجيب لك جردل، اظنه دار يعمل بروفه لرمضان السحور بعدين، عرفته؟ مع انه شغل بتاع ذاته ما عنده عليه دليل، لكن في النهايه يا خالك الله ما يشوف شغلتك. طيب قال برضو في الصفحه رقم 134 الصفحه رقم 134 قال وقد ظن كثير من الناس إن قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم تعني أن الإسلام كمل عند الناس. شوف الزول ده كافر كيف، محمود محمد طه كافر تب ما في أي شك. قال وانتهى إلى قمة كماله يومئذ. وهؤلاء حين يقرؤون قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم يعتقدون أن تبيين القرآن قد تم وليس هناك أمر هو أبعد من الصواب من هذا الرأي. يعني الناس اللي بيعتقدوا أنه الإسلام كمل وبيانه تم قال ما في يعني أمر أبعد من الصواب زي الرأي ده. وده رأي يا أخوانا ولا دي آية؟ اليوم أكملت لكم دينكم. اليهودي خليك من المسلمين، اليهود ذاته عارفين فضله. جاء عمر بن الخطاب قال يا أمير المؤمنين إن عندكم آية لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وما هي؟ قال قوله اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية عرفة. إسلام كامل وتم. وعشان كده الليلة العلمانين والجماعة المغيوظين من المنبر اتكلمنا في سياسة شرعية ما جابوا ولا مسألة. ما لاحظتوا يا شباب؟ ما جابوا ولا مسألة. نحن ما بنتكلم ذاته في الحل ده، دي ما السياسة الشرعية. زي ما قالوا العلماء في تعريف السياسة في شرح حديث كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، قالوا هي القيام على الشيء بما يصلحه. وده دليل على إنه العلمانيين شنو؟ سفهاء. سفهاء. ليه؟ لأنه قاموا على الأمر بما لا يصلحه. هذا لدولارنا، دولارنا ده أظن وكتا العلمانيين قالوا خلاص قلبنا الشغل، الكيزان مشوا للدولار بورا
وقاموا قالوا له دولارنا فوق 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 لما انفات بغادي ل 130. والا تفسر لي كيف يا ناس يا ناس؟ الشغله دي ما في دولار، الشغله دي عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل قال وان من شيء، اي ما من شيء الا عندنا خزائنه، مش عندنا كده، عندنا الخزائن ذاتها، وما ننزله الا بقدر معلوم. فاذا تاب الناس الى الله وانصلح حال الناس فان الله يفتح عليهم من البركات. قال والقران لا يمكن ان يتم تبيينه، والاسلام كذلك لا يمكن ان يكمل. ده محمود محمد طه، بعد تاني ما في زول بيدافع عنه. اما مساله جنجويد او ما جنجويد، عرفتها؟ الدين قال لك، الاسلام قال لك ما تخرج، عرفتها؟ قال وان جلد ظهرك واخذ مالك، جاء اعتدى عليك. عندهم قياده في زمن الكيزان، عندهم واحد جابوه في اللقاء في التلفزيون، واحد كتل له زول جابوه من نص الناس وحاكموا. ده نمره واحد. نمره اثنين، الناس الان بيتكلموا عن انه الناس ديل سووا وفعلوا، نحن ما الحاكم، نحن الحاكم. انتوا مش قبل شويه داك اشار للمساله دي، قال يا اخواننا نحن من فوائد الثوره انه شلنا البشير. ها عملتوا له شنو؟ شلتوا ريحته؟ زمان مسافر دنقل ماشي وين ماشي وين، جزاك الله خير، عرفته؟ ماشي وين، هسه ريحته ذاته، الزول ده بقى مرطب، عرفته؟ قالوا قبضنا قروش، وينه؟ حاكموا بقروش يا اخواننا، الجبهه دي بحاكموا بقروش. يا ناس ما تخافوا الله، تحاكموا الجبهه دي بقروش؟ انتوا جبهجيه ولا الحاصل شنو يا علمانين؟ عرفتها؟ بعد ذاك برضو قبيل النقطه اللي قال الود القبيل، قال نمرق الشارع. انت يا اخواننا ماسكين الكيزان لسه؟ ماسكينهم لسه عشان تمرقوا؟ كديتوا يعني؟ ورونا يعني الحاصل شنو، احنا طاشين شويه كده في شنو؟ الماسك منو؟ الخزائن الارضيه ربنا وكل الان لمنو؟ لينا نحن؟ تخرج على منو؟ انت هو مستهبل ولا شنو؟ قال نخرج، قال تخرج تمشي وين؟ ماشي لمنو يعني؟ يا ناس ولا يكون الزول ده داري ورطنا، جزاك الله خير، عرفتها؟ يقوم يقدمنا الشارع ويعمل كابتن لابد، فهمت الحاصل؟ يا ناس ما تلعبوا علينا نحن، ما تلعبوا علينا نحن، نحن ما ماسكين حاجه، نحن مساكين. يا اخي نحن نتخيل شوية ثلاثة أولاد دارين يوقفوا من برنا، مساكين، إحنا مساكين، عرفته؟ لا بنعتدي على زول، لا بنضرب زول، لا بي لا بي لا, لا بنازي زول، لا بنجي لزول في محله، ناس يجونا في محلنا يكوركوا ويدقوا جرادل ويسووا، بعد ده إحنا ما بنشتغل بهم، بنرد الرد بتاعنا ده، وده أكتر حاجة غيظ العلمانين. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما حسان بن ثابت رضي الله عنه بقى يهجو المشركين، قال والذي نفسي بيده إنه لأشد عليهم من نطح النبل. عرفته؟ ونحن شغلنا ده ذاته سياسة إصلاح. نحن بنتكلم للناس عن الدين، بنتكلم للناس عن شروط الحاكم، بنتكلم على الناس عن سبل الإصلاح، دي السياسة الشرعية، نقوم بالإصلاح ما نقوم بالإفساد. نحن ليلة بس نموذج بسيط، لو قمنا سمعنا كلام الودة ومرقنا وجاءت الشرطة وخشت الداخلية دي وناس انضربوا أو الامتحانات أخروها، عرفتها؟ أو قفلوها أو طردوا الناس ما يبيتوا هنا، أو ضاعت أموال أو غيره أو غيره، المتضرر منه متضرر الطلبة. يبقى العلمانيين دي الناس سفها، ما عندهم فهم. عشان كده من باب السياسة تجي خاش المنبر وتقول كلامك ونجغمك بحول الله وقوته. طيب في عندك إضافة؟ فرصة مفتوحة.